يضم فضاء بوانكاري عدة جمعيات تشتغل في مجالات متعددة، لكنها تلتقي في مبادئها وأهدافها. شباب من طلبة الجامعات البلجيكية ينشطون طيلة السنة في فضاء بوانكاري، ويزداد نشاطهم خلال شهر رمضان. بدأ فضاء بوانكاري أنشطته منذ سنة ونصف، وهو فضاء مفتوح للشباب من مختلف المشارب. هنا ملتقى، المقر هذا كله ملتقى جمعيات، كل جمعية يعني تشتغل يعني في الميدان الخاص بها، لكن هو الهدف من الملتقى هذا يخدموا يعني كولابوراسيون، يعني يشتغلوا مجتمعين، يعني يشاركوا كل جمعية تشارك مع الأخرى في هذا الملتقى. في هناك طلبة كثير عن زادة يحضروا أيامات لفترة الامتحان. في هذا الفضاء يحس الشباب بأهمية العمل الذي يقومون به وبضرورة التحرك من أجل الآخرين. musulman et que surtout en tant que citoyen on se doit de bouger pour notre communauté, pour notre umma, et enfin on se dit que voilà, on étudie, mais d'autre part on aimerait bien aussi faire quelque chose de notre vie, parce que voilà, les études c'est important, mais c'est bien aussi de se sentir utile à la société. ومن بين المشاريع التي تشتغل عليها جمعية إنسانية بناء مدرسة وحفر بئر في قرية خزاعة بقطاع غزة، والتي دمر الاحتلال بنياتها الأساسية. بعين المكان في غزة يوجد شباب الذين يدرسون مشاريع واحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، كما تعلمون أنها محاصرة. ففي بلدة خزاعة هناك في الحرب الأخيرة دمرت عن آخرها، فهم باحتياج مدارس وبئر تصفية المياه ويعني احتياجات ضرورية، فهم يدرسون المشاريع ونحن هنا نساعدهم في جمع التبرعات وإنشاء حفلات وجمع تبرعات لمساعدتهم وتمويلهم لإنشاء هذه المشاريع بعين المكان في غزة. هذه جمعية الإنسانية، نعم، قاعدة تجمع إن شاء الله ما شاء الله تبرعات لفلسطين، لغزة، في جمعيات أخرى كثير تعاون، يعني الناس اللي احنا عندنا من غير بيوت سان ديميسيل فيكس، يعني كثير جمعيات قاعدة تجمع، يعني يعملوا هنا حفلات ولا يعملوا ويجمعوا الفلوس ويعطيهم للجمعيات هذوما الناس اللي محتاجين. ولدت جمعية إنسانية في الجامعات البلجيكية بين الطلبة، وهدف هذه الجمعية أن يتحرك الشباب لعمل أشياء بسيطة ولكنها تربي على العيش مع الآخرين والتفكير فيهم. Et on l'a appelé insania tout simplement parce que dans le mot il y a le mot insan qui veut dire humain, car on doit revenir à l'origine, on est tous des êtres humains, que l'on soit musulman, chrétien, juif, on est tous des musulmans, on est tous des êtres humains. Et le deuxième mot qu'il y a dedans, c'est niya, insania. Il y a aussi le mot niya qui veut dire intention. L'intention, pourquoi? C'est aussi pour purifier notre intention. Pourquoi est-ce que nous vivons sur cette terre? Quel est notre rôle en tant que musulmans? Car nous faisons partie de cette communauté, et en tant que musulmans, nous avons un grand devoir envers l'humain et l'humanité en général. جمعية إنسانية انتقلت من مجال المساعدات الإنسانية إلى العمل في مجال التنمية المستدامة من خلال مشاريع صغيرة. وتعمل الجمعية خلال شهر رمضان على تهيئ الإفطار للصائمين من خلال جمع تبرعات التجار والمحسنين في بروكسل. وصادفنا شباب إنسانية وهم يحضرون لتوزيع كتاب يعرف بالقيم العليا للإسلام كالمحبة والسلام، شباب له قدرة كبيرة على التواصل مع الآخر. On a réalisé une activité de distribution de livres parlant de l'islam, etc. Et donc c'est des membres de l'association qui sont partis dans les rues de Bruxelles pour distribuer des livres parlant de l'islam, des principes de paix et de tolérance dans les rues de Bruxelles. شباب يتقنون لغات عديدة، فالساحة الكبرى في بروكسل تعوج بالسياح من مختلف أنحاء العالم، وإعجاب السائحين بهؤلاء الشباب واضح وجلي ويعبرون عنه بدون تردد.